الجمعة في السجادة الحمراء بيتميز بخفة دم وحضور وكاريزما جوه وبره الملعب. لقاء خاص مع الكابتن سعد سمير. ترجع الأهلي ولا هتكمل في فيوتشر؟ أكيد أي حد بيتمنى يرجع بيته. الجول الأقرب لقلبك. أفشى في الزمالك. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار. كابتن حسام البدري أجل لك فرحك، دي حقيقة؟ أنا خبيت عليه أساساً إن أنا اتجوزت. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. موسيماني ظلمك وكان سبب في رحيلك من النادي الأهلي؟ كل واحد فينا بيجيله فترة الناس بتستلمه. السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.